بيها. فجأة مدري شو اللي صار، غنوجي وبدي اختار، او بتوصف عند الناس او بشحد عالبوليفار. بيا او سكرتير او مون ديو عقلي محتار، كيف بدي حب جبارة. أنا غنوجي تبيا، أنا غنوجي تبيا، غنوجي وشو على بالي بأمر عصغير وكبير، ما حدا بيوقف قبالي لا أمير ولا وزير. بغمزي مني للبابا مثل ما بدي بيصير. أنا غنوجي تبيا، أنا غنوجي تبيا، أنا غنوجي تبيا. ليش جايبتي ضيق هالقد؟ لأنه بعقد على جسمي. صباح؟ نسكافيه كتير فاتح، روحي زيدوا له شوية نسكافيه. هديك الساعة كان غامق، قلتي لي تزيد له حليب. بابا وينك؟ إيه ساعة هنا منطرتني على الخط. بابا ليه ما تركت لي الشيك؟ قلت لك ما بقى معي رصيد بالكريدت كاردز، وأنت ما خطيتني بالبنك. مبلا قلت لك. مبلا قلت لك. ما قلت لك؟ مش مشكلة بابا. مرقع لعندي على المكتب خديت شيك. ما قال لي جهد امرق لعندك على المكتب، بعت لي الشيك مع جمال. يمرق من هون هو رايح المطار. واذا تاخر على ضيوفك يعني شو بيصير؟ بلا بيصير، بلا بيصير، ما بيصير، ولا حتى كرمال بنتك غنوجتك. اوكي برنسس، نص ساعه بيكون جمال عندك. شو نص ساعه بابا؟ مستعجله. يا اخي صباح نسكافيه كتير فاتح، روحي زيدي له مي. ما هديك الساعه قلتي لي تزيد له سكر. يا صوفي يأمن لي الشيك وروحي انطر نص ساعه بالمطار. تأمري. هلا ببعته مع الشيك. عبيات تكرمي. تعرف شو بابا؟ ما بقى تبعته. هلا انا بمرق لعندك ببوسك 10 بوسات وباخذ الشيك. هلا جايه؟ ايه لكن بكره. معلي حبيبتي، ما تعذبي وتجي، 10 دقايق بيكون جمال عندك. ما قلي جلت انطر 10 دقايق، خلصت لبسي انا جايه. مبلا جايه، مبلا جايه. رنا نسكافيه. قولك بشربه ولا ما بقى عبالي؟ هيدي تشوف. ما بقى عبالي. باي. خلينا نأجل الحديث لغير مرة، بنتي جاية لعندي وما بديها تعرف بمشاكل المادية. رح تعرف عاجلا أم آجلا، وصلت للحضيض. أعطيني بعد هالفرصة. ديونك صارت كبيرة. معمل بيسوى أكتر ورهن لك إياه، يعني على الحالتين أنت مانك خسران. نظريا. رح أدفع لك، مهلني بس 3 أشهر.
بيع الأسهم. حرام بيعلى، الأسعار عم تطلع. ما بقى رح تطلع، هيدا سقفهم. ملحي مشان مريحة إنه شركة الموبيل بدها تشتري الـ MC. إذا تمت البيعة الأسعار بتتربل. فريد، اللي سنة مطول بالي عليك كرمال الصداقة اللي كانت تجمعك مع بيي. طيب كرماله هو، طوله بعد 3 شهور. رح طوله شهر. خلال شهر أو بترد ديونك أو بضم معملك لشركتي ونطلع خالصين. طارق، برحمة بيك اسمعني بعد شوي. اللي سنة عم بسمع لك. طيب اشرب فنجان قهوة على القليلة. ما في وقت، نسيت إنه بنتك جاية. دموزيل إذا بتسمحي، سيارتي مسكرة الطريق. هلا الفلي بنزلها على الباركينج. مسعد، مسعد. بانتظار إنه مسعد يوصل، بتزحيها شوي تأمره؟ ما بلحق زيحها بيكون وصل مسعد. مسعد، وين هو هيدا؟ دموزيل وقت كتير ضيق، إذا بتريدي تشيلي سيارتك من الطريق. وإذا ما شلتها، شو بتعمل؟ ما بيكفي تكوني حلوة من برا، الجمال من دون ذوق بيكون جمال ناقص. ميرسي لأنك اعتبرتي حلوة. بس بلا ذوق. وانت بلا تهذيب، وبوقح ولجوج وفوقهول كلهم بشع. انت بنت فريد؟ ما بيخصك انا بنت مين. كنت مستعد اتسمع بعد حديثك المهذب، بس مثل ما قلتلك وقتي ضيق. بلا اخلاق، لئيم، تقيل الدم، بشع. بشع، تقيل الدم، بس وحياتك مش لئيم. نزل السيارة على الباركينج. حاضر. مين هو هيدا الوقح اللئيم اللي كان عندك؟ طارق فياض. نرفزني، عصبني، سملي بدني وطلعني من تيابي. شو عملتي له؟ أنا شو عملت له ولا هو شو عمل لي؟ ما كان ينطر مسعد ليزيح السيارة، أمزح لي إياها بالقوة. قلتي له شي؟ أنا شو قلت له ولا هو شو قال لي؟ شو قال لك؟ قال لي إني حلوة وبلا ذوق. وأنت ما قلتي له شي؟ قلت له إنه بشع وبلا تهذيب. وعرفك إنك بنته؟ كان بعد ناقص عرفوا عن حالي. شكرا الله. بابا، لو شو ما كان بده منك رفضه. نعم؟ حتى لو عم تعمل معه صفقة بتسوى الملايين وقفها. شو؟ بليز بابا، هيني وقلل تهذيب معي. تقبل تتعامل مع شخص هين بنتك غنوجتك؟ أكيد لا. يعني رح تكحته إذا أجا مرة تانية؟ طبعا. أخ أخ، لو فيه يكون موجود لفش خلقي. البنت كتير منيحة على البابليك ريليشن وشكلها مرتب. ما عندها خبرة بس انه بجمعة بيمشي حاله. كتير ذكية ومرحة. شوفها شو رح تخسر. اوكي، بكرة ببعت لك السيفي تبعها. عجبك بربر مندلا؟ وظفته؟ عظيم. اوكي ميرسي. وظفوا بربر. أنا شو كنت جاي إليك؟ شو كنت جاي إليك؟ قبل ما تقلي بعت لي سيفي حنان على شركة يوسف دين. شو كنت جاي إليك؟ هلأ بس اتذكر برجع. وظفوا بربر، كتير انبسطت له. إيه؟ اتذكرت شو كنت جاي اقلك. شادي هون. شادي؟ خليه يفوت.
عند حدا نادين تقال نص ساعه منطرتني؟ لا. عفوقة فيك تفوت. وين كنت؟ بعت وراك من 10 دقايق لتفوت. هلا تقلي حضرته. في عارف لشو موظفتي هيدا؟ ابرد من القطب الشمالي. المهم كيفك؟ مش مبين على وجهي؟ ما عطوك فيزا. في شي بيوحي اني ارهابي او رجل مافيا او قتيل قتلة حتى ولا بلد راضي يستقبلني؟ ستي كانت تقول تفائل بالخير تجده. وين؟ عندي. لقيت لك شغل بمكتب هندسة، بده أرشيتكت عنده خبرة، بعد 3 أشهر بثبتوك بفوتوك بالضمان. قد ايه المعاش؟ 400 دولار كبداية، بس يثبتوك بزيدوا لك 100 دولار. اختنيت. هلا انت فوت وهن بس يشوفوا كفاءتك ومستوى شغلك بزيدوا لك معاشك. قد ايه بده يزيدوه؟ 200؟ 300؟ شو بيعملوا لي اذا بدي اتجوز وافتح بيت؟ ما معقولة انت، ما بيعجبك العجب، هيدي رابع شغلة بدبر لك اياها وبترفضها. لأنها تضيع وقت، أنا ما لي خبز بهالبلد. لأنك مهووس بالسفر، من أول ما تركت شغلك أنت وداير على باب السفرات. شو بعمل يعني؟ ستي كانت تقول زوين بلادك ولا قمح الغيب، يا حوي أنا معي الجنسية فرنسوية ما عم بشتغل بلبنان. أنت معك الجنسية الفرنسوية؟ إيه. ولا مرة قلتي لي إنه معك الجنسية الفرنسوية؟ ولا مرة ثاقبت. المهم أنت شيل فكرة السفر من راسك وركز هون وبتلاقي شغل كتير منيح. إلي 2 سنين عاطل عن العمل، رح يصير عمري 30 سنة وبعدني لهلا عم باخذ مصروفي من بيي. لا في مستقبل ولا في شي بيوحي إنه راح يصير في عندي مستقبل بهالبلد. وكمان ستي كانت تقول ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. إذا أنا كنت مهووس بالسفر، أنت مهووسة بأمثال ستك. لشو جايبك لهالكاس معي؟ تفرجيكي شو اشتريت؟ هون بالمطعم بدك تفرجيني؟ لك ضبي بعدين شوفوا مش قدام الناس. بس بدي اسلك الجاكيت. شوفي شو حلوة؟ مش حلوة؟ في قعدت جرستينا بسلك البنطلون؟ شو؟ خوفك. شو بكي دخلك؟ شكلك انت عندك عقدة الناس، عملي اللي بترتاحي له واللي مش عاجبه ما يتطلع. ما عندك شغلة غير انك تعملي شوبينج؟ بتسلى. ما فيك تتسلى بشيء ارخص؟ تجي لنروح على نادي الطيران. شو بدك تاكلي؟ قولك باكل ولا مش جوعانة؟ عزمتيني تتغدى لوحدي هلا؟ داكور. ماتر؟ أنا بدي بيتزا فيجيتيريان. قولك باخد أنا بيتزا فيجيتيريان ولا ما بحبها؟ عم تسأليني أنا إذا بتحبيها؟ شو بكي انت دخلك اليوم ما بيحكى معك؟ انا اللي لازم اكون منرفزه ومعصبه. صبحت بواحد تقيل الدم وبشع ومغرور سمل لي بدني. انا تصبحت بواحد لا مغرور ولا تقيل الدم ولا بشع سمل لي بدني. شادي صبتي بعده مهووس بالسفر؟ صبتيه. ما قدرتي دبرتي له شغل؟ ما عم بيعجبه ولا شغل. دخلك خليه يسافر هيك ترتاحي منه. ما عم بيعطوه فيزا. وبعدين مين قالك بدي ارتاح منه؟ انت هاوي وجع قلب. بحبه. بحبه هو ما معه خبرك. ستي كانت تقول لا تطلب الشيء قبل اوانه تعاقب بحرمانه. شادي بعد ما طلع من الرويدة ونفسيته تعبانه والواحد بهيك وضع ما بقدر يفكر بالحب. الواحد ما لازم يفكر بالحب بولا ظرف. كوني مثلي عصفور تيار تير من شجره لشجره. انا ما عندي مصرياتك الشباب تركض وراي. ها سكور الديب وهي القضيب. هيدا يا رقم 14. الو هاي مس نادين مش موجوده، بس انت قلي مين بدك وانا بفتش لك بالملفات.
قلت لي اختصاص ماركتينج 25 سنة. ايه هلا بلاقي. عدنان، نادين موجودة؟ تفضل دقيقتين وبكون معك. خمسة ولا خمسة ولا ها 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 25 سنة بس مش ماركتينج. بعدين هيدا أنثى مش ذكر. عدنان، نادين عندها حدا؟ دقيقة. بدك سكرتيرة؟ مصر على الماركتينج. قلت لي هيدا ملفه كان عندك وضيعته. بتعرف شو؟ إذا بتقلي اسمه ناسي. بسيطة. عدنان، مستعجل وبدي اشوف نادين. ايه دقيقة. هيدا هو احمد سكر. ايمتى بدك اياه؟ بكره الساعه 10. ايه حاضر. الو عفوا، مين حضرتك؟ ايه مظبوط، خواجة يوسف دين. ما تواخذني، ما عرفتك. لوين شادي؟ عالكازينو. لوين قولك؟ ما بعرف، انت قلي. بدك نادين. نخذ العين عنك شو فتح. ميرسي. نادين مش موجودة. شو؟ بطلب لك قهوة؟ شادي؟ لا حنا. فوت. عدنان حدا اتصل؟ اثنين. يوسف ديب بده ملف أحمد سكر، والتاني يا رب تذكرني مين. يا رب تذكرني. تبقى إلا لما ربنا يبقى يذكرك. ايه تذكرت شادي. ليه رجعت بك شي؟ ولك كيف طايقتيه هيدا؟ رابطة ومجبورة فيه، وبعدين أمين بشغله. منيح المنو درباس. المهم شو رجعك؟ غيرت فكري، رح أقبل بالوظيفة هلأ تكون لقيت فيزا، على القليل بطلع مصروفي. عملت عين العقل. ليش فيي أعمل من خارو؟ رح أخذ لك موعد لبكرة. بس ما يكون موعد غرامي. عندك شي ضد الغرام؟ هو عنده شي ضدي. بعدك عم تفكر برويدة؟ برويدة؟ الله يوفقها. لقيت شاب مأمن مستقبله، عملت مصلحتها. بس اتنين يكونوا بحبوا بعض بأسسوا سوا للمستقبل. لو رويدة حبتك حب حقيقي ما كانت تركتك لأنه تقدم لعريس. قد ايه بدها تضلها ناطرتني؟ رح يصير عمرها 28 سنة. عم تعطيها حق باللي عملته؟ فينا نغير الموضوع؟ انت ما قلتي لي بعدك عم تفكري بسامي؟ سامي؟ شو فيقك عليه؟ قلنا سنتين تركين. بس بعد لهلا ما بعرف ليش تركته. ما كنا متفاهمين. وهالايام في شي حدا هيك متفاهمه انت وياه؟ انا هلا عم باسس شركتي وما عم فكر بالموضوع. شو
جو دورانج بليز. بدك جو دورانج؟ أو لك باخد جو دورانج ولا مع بالي؟ هيك شوف. مع بالي. بدي جو دافوكا. أوكي أوكي. بونسوار دموزيل بلازو. لا هيدا انا حسن نهار بحياتي اتصبح وارجع اتمسى فيك كثير هالقد. وين صفي سيارتك هالمره؟ عالبار؟ انت واحد لئيم بس رح تدفع حق لأمنتك غالي. لو بتموت بابا ما رح يتعامل معك. ومين بيكون البابا؟ فريد بركات؟ نعم فريد بركات. لا بليز خليه يتعامل معي. بخسر نص مليون دولار اذا ما قبل يتعامل معي. سوري فات الأوان. وبنصحك ما بقى توجه صوبه على المكتب لأنه رح يشحطك. إيه لهالدرجة؟ تتعلم تخفف من لقمنتك مع الناس. ما فيك تتوسطي لي عنده؟ اتوسط لك؟ ما أنا اللي منعت بابا يتعامل معك. ولو إلك قلب تقطعي لي برزقي. كان لازم تفكر برزقك لما بهدلتني قدام المعمل. وإذا اعتذرت مني؟ قولك بقبل اعتذارك ولا بعدني معصبة؟ سوري اعتذارك مرفوض. اف هالقد معصبة مني؟ انا بكره اللقمة والمغرورين وانت عندك اثنين. ناجية قولك منقوم نرقص ولا ما اجي جلادي؟ مين هيدا؟ واحدة مغرورة وبتكره المغرورين. حاول يعتذر مني ما قبلت. بكورة حيطق. حرام عليك ما زال اعتذر. اعتذر لانه مصلحجي ما بده يخسر نص مليون دولار مش لانه حاس بغلطه. لك حتى هو عم يعتذر كانوا من اخيره دقين بالسقف. انه لازم الواحد يركع ويبوس اجريك تيكون متواضع. هو اللي تعدى علي خليه يتحمل نتيجه غلطه. دخيلك بلا سيرته كل ما ارجع اتذكره بينهز بدني. خلينا نلعب. الي زمان ما غلبتك. اكيد لانه كنت انا عم بغلبك. تيغيف فرجيني شطارتك لشوف. الو شو من حين؟ شو؟ قد ايه هذا الطيب؟ شو ناطر ما ببيع؟ بيع بيع بسرعة! فريد؟ بعد؟ فريد قعد واسمعني. قاعد ليش أنا قادر أوقف على إجري؟ الأسعار انهارت فرد مرة مجرد ما شركة موبايل لغيت صفقة الشراء. شو يعني؟ خسرت كل الربح؟ فريد ما بعت الأسهم لأنه نزلت قيمتهم كتير عن السعر اللي اشترينا فيه. قدي صاروا بيسوا؟ اشترينا السهم بثلاث دولارات صار بيسوا دولار ونص. خسرتني 500,000 دولار؟ بالوقت الحاضر. شو يعني؟ فريد أكيد شركة موبايل عملت هيدا الضرب تتنزل الأسعار وتشتري الأسهم بسعر واطي. شو يعني؟ رح ترجع تشتري الام سي؟ إذا بتنام على الأسهم كم شهر إلهامي بيقول إنه رح ترجع تطلع أسرع بكتير من ما نزلت. ملاهيم أنت خسرتني أول 500,000 دولار بك تخسرني 500,000 الباقيين؟ أو ربحك ملايين. عندي سند للبنك بدي ادفعه 300,000 دولار من هلا لاسبوع.
دبرها بشي طريقة، حرام تبيع هلأ. تعيشي وتاكلي غيره. ما غلبتيني، الطابق اجت برا. الطابق اجت عالزيح. لا اجت برا، مشان هيك ما رديتها. ما رديتيها لانه فكرتيها اجت برا. العصير اللي عم تشربوه عحسابي. متر، قنين شامبانيا. شامبين عبكرة الظهر؟ طيب بليها. متر، عصير بردقان، واحد. خلوا شامبانيا لعشية. عزمكن على المطرح اللي بتختاروا. رنا فيك تجيبي معك الرقم اللي بدك اياه. هالايام عم بظهر مع رقم كاتوس. اوكي. بأي مناسبة عزمنا على العشاء؟ عشاء؟ مين جاب سيرة العشاء؟ قلت لكم عزمكن على المطرح اللي بتختاروه. ممكن يكون مستشفى، حديقة عامة، مكتبة. انت وحده فجعانة، مش هيك ما فكرت الا بالعشاء. على اساس ممنوع يقدموا شامبين بالمستشفيات. طيب، عزمكن على دواء سعلي. بس شو المناسبة؟ عطوك فيزا على استراليا؟ قربتي. عطوك فيزا؟ قلت لك قربتي، لو كانوا عطيوني فيزا كنت قلت لك صبتي. شو يعني؟ وافقوا على الطلب تيدرسوه. قبلت المسؤول وكان كتير ايجابي. انا متاكد انه هالمره رح يعطوني اياها. على استراليا؟ بلشت اتخيل حالي بمزرعه كلها احصنه والكنغورو عم بينططوا حوالي. مبروك. اخذت لك موعد مع مكتب الهندسه بكره الساعه 10 بالغي؟ لا شو تلغي؟ شو القصه كوني فكانت؟ يمكن بسنه ما يعطوني اياها. هاي هيدا اذا قبلوك. بعدك مش اكيد انه رح يقبلوك. عندي احساس انه هالمره مبلا رح يقبلوني. بس مش اكيد. بشكرك لأنك عم ترفعي لي معنوياتي. نادين، تحفي بشي مثل من أمثال ستك بيناسب هالمناسبة. ما تقول فول قبل ما يصير بالمكيول. شفت كيف؟ بده يشتري سمك بالبحر. شفت كيف؟ بده يشتري الجليل قبل الحمار. شفت كيف؟ إلي 30 سنة بتعامل معكم. إذا أنتم ما وقفتوا حد بهالأزمة، أي بنك بده يوقف. 300,000 دولار مبلغ كبير على فريد بركات؟ عم بطلب مهلة 3 أشهر. كتير علي 3 أشهر؟ ما بدي اجتمع بحدا. هلا انت؟ طيب ممنونك. فريد، ما في حكي بيني وبينك قبل شهر إلا تتقلي إنك رح تدفع لي مصرياتي. طارق، برحمة بيك تمرق تشرب فنجان قهوة معي بالمكتب. مش ملاحظ إنك صرت عم تستغل صداقتك مع بيي؟ أنت بتعرف غليوته عندي، وما في لزوم ذكرك إني قسمت مبلغ 1,000,000 ليرة بيني وبينه لما كان الدولار بيسوى 3 ليرات، بالوقت اللي كان فيه احتفظ بالمبلغ كله قانونيا. هو اللي خبرك مش أنا. صرت اخذ مني 2,000,000 دولار على هالخبريه. طيب ما بيطلع لي تمرق تشرب فنجان قهوه معي؟ اذا مفكر رح تاخذ مني فرنك واحد بعد بتكون غلطان. اذا ما دفعت للبنك من هلا لاسبوع بياخذ الفيلا. كمان راهن الفيلا؟ اعطيني 300,000 دولار وبتصير مرهوني لك. تسوى 1,000,000 دولار. وعلى كل حال بعدك رح ردلك كل مصرياتك بعد 3 أشهر. خلي سقف لبنتك، ما زالك خايف عليها هالقد؟ ما أنا عم بطلب هالفرصة كرمالها. فضي 100 مرة احترق بنار جهنم ولا تعرف إني فلست ورح ننزلت أنا وياها بالشارع. كان لازم تفكر فيها لما حطيت 1,000,000 دولار على طاولة القمار. البورصة اللي فلستني مش القمار. اللي شهر بقلك بيع. قلتلك الأسهم ما رح تطلع بقى ويمكن تنزل. ما اقتنعت. يا ريتني سمعت منك. كان لازم اسمع منك. ملحم قال لي ما بيع. فكرت انه هو بيفهم بالبورصة اكتر مني. طمعت. قلت بردلك مصرياتك وبرد للبنك مصرياته وبفك رهن المعمل والفيلا
وبيبقى لي قرشين لارجع لي فيهم. وبعدك عم توثق بملحم؟ اذا بعت هلا بصر كل رسمالي، اذا تركتن عندي امل اربح الملايين. طارق، بعرف اني انا خبصت كتير اخر مده، بستاهل يصير فيي اكتر من هيك، وبعرف كمان انه انت ما بقى عندك ثقه فيي، بس بترجاك ساعدني بعد هالمره، مش كرمالي، كرمال بنتي رنا بريئه. ما شاء الله عليها ملك. عذر لتصرفاتها، صحيح انها ايام غنجه شوي، بس ما في اطيب من قلبها. ما تنسى انها خلقت وبتنبى مع الذهب، طلباتها كانت اوامر، مانا معوده تجابها اسيرة الدنيا. شو رح يصير فيها اذا انا فلست؟ أنا ما في أتعامل معك لأنك أنت لبنتي. ما إلي نصيب، حظي قليل. رايح؟ طبعاً. إيه 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 لازم تروح. طارق، أنت تتفهم الظروف ما هيك؟ فرقت معنا إذا تفهم أو ما تفهم. إيه ما فرقاني معنا، فهمت ولا ما تفهمت؟ فعلاً إنا ملك. عم فكر. بيك شي؟ ليش ما بيقدر يفكر واحد إلا إذا بوشي؟ لا بس منك على طبيعتك الليلة، من وقت اللي وصلت وأنت قاعد على نفس القعدة. تعبان شوي. بجيب لك حكيم؟ حكيم ما بيداوي التعب. بابا ما بحب شوفك هيك. أخذت الدواء؟ إيه. ظاهرة مع أصحابك؟ وي. مع ناجي؟ ونادين واللي مسمى حاله صاحبة. ناجي شاب مهذب وابن عيلة وبحبك. شو عرفك انه بحبني؟ اكيد بحبك، مش معقول ما يكون بحبك، ما في انسان عوج الارض ما بحبك. القرد بعين بي وغزال فشار. يا احلى غزال بالدنيا. وانت احلى بابا بالدنيا كلها. بابا وعدني انك ما بتسهر كتير كرمال صحتك. رنا عادي شوي. أقولك بقعد بعد شوي ولا تأخرت؟ خمس دقايق. بس خمس دقايق؟ خمس ثواني، خمس ساعات، خمس سنين، خمس أشهر، أنت بس أمور. بابا، أنت بتعرفي إنه روحي معلقة فيك. حطينا تقلك مصاري أنا وأمك، تخلقتي، بعد نطرة عشر سنين. أنت وحيدتي، وكل شي بقيلي بهالدنيا. لا هيدا جدية القصة. صار عمرك 25 سنة، لا كملتي علميك ولا عم تشتغلي ولا عندك أي طموح سياسي أو اجتماعي. طيب شو مفكرة تعملي بحياتك؟ مثل ما عم بعمل هلأ، عيش. وإخرتها بعد في شي ما عملتي؟ كل شي بيحلم يعمله الإنسان عملتي. ما صار لازم تجربي شي جديد؟ مثل شو؟ تتجوزي مثلا، تعملي عائلة، ما عندك حشرية تتعرفي على شعور الأمومة. أمك كانت تقول إنه أحلى شعور بالدنيا. لا بابا أنا ماني حشورة. وإخرتها مش مفكرة تتجوزي؟ إنه إخرتها يمكن مبلا، بس هلأ بعدني بأولتها. طيب قربت على إخرتي أنا، ما بدي طمن بالي عليك قبل ما موت؟ بابا عمرك 58 سنة، بعد بكير على الآخرة. شفت إنك منك طبيعي الليلة؟
طيب طيب انت روح انبسطي بعدين نبقى بنحكي بالموضوع. شو أنا؟ بنك؟ قليله مش موجود. مئة مرة صرت قايل لك ما بتقولي إني موجود قبل ما تسأليني. أعطيني إياه. ألو بونجور مسيو باسيل. إيه بعرف استحق السند، مهلوني لبكرة. مين؟ طارق فياض؟ إيه أكيد بيعور رهنية. إيه أنا بتصافى معه. ابن عصر يا ابن خليل. صاروا ربع ساعة. ممنوع تحركي وجهك. عندي موعد بالمكتب بعد نص ساعة. أجلت لك إيه؟ سكتي. أجلت لي إيه؟ ما منلحق. بعد عنا مساج وبيلينج وهايلايت لشعرنا. نعم؟ شو فرقت معك أنت؟ أنا اللي عزمتك. نامي وسكتي. يا أختي؟ انت لا وراك ولا قدامك بتقضيها كل نهار تنطي من عند الكوافير لعند الاستيتسيان ومن محل لمحل ومن مطعم لمطعم. فوقه عزمتك بعدين على الغدا ومن نادي تنس لنادي طيران. انا عندي شركه بدي ديرها. شو اللي بيديروا شركات ما بيتغدوا ما بيساووا حالهم ما بيشتروا ثياب؟ بلا كيف بده يحبك شادي وانت عملتي لي مثل فرخ الصبي. لازم يشوف قدامه مره جمال ونوسي اليغانس. اللي انا عم شوفه له شهرين انجا بيحكينا على السلولار رفع عتب. انا بس لنا ما بشوفه الا اذا عنده شي مشكله او معصب من شي. شو اللي بده يجذبه لحتى يشوفك؟ بتضلي بهالجينز وبهالبوت وبلا ميك اب. اوقات بحط حمره. من اليوم ورايح بدك تغيري لوك. ميك اب كعب عالي تياب نسائيه. شو فيقك علي هلا؟ رجعاني قلب بتسلى فيكي. نادين مش موجودة. وينه؟ خطة مسكر. تشرب مي؟ لا ميرسي. قهوة؟ نادين وين؟ نادين حسب المعلومات اللي عطيتني اياها مسرنا رايحين عدة مطارع بس اخر شي رح يتغدوا بالمطعم. ما غيروا؟ لا. اي مطعم لكان؟ شش شش
شو اسم المطعم يا عدنان؟ شو اسم المطعم يا عدنان؟ أكيد مش ما غيره، اسم تاني، هيدا اللي دايما بيروحوا عليه. ما هيدا قصدي بما غيره. ما فهمت عليك. أهلين أستاذ شادي، إلنا زمان ما شفناك، كيفك؟ اشتقنا لك كتير. ميرسي. بتتعذب المرة تتصير حلوة. في مثل بالفرنسي بيقول بالإذن من ستك طبعا il faut souffrir pour être belle. شو النفع إذا ما في مين يقدر؟ تعال نتصل بشادي. شادي مبسوط بشغله وناطر فيزت أستراليا، ما باله فيي، لأنه بعد ما شافك باللوك الجديد بيكون بشغله، ما رح يجي. هلا وقت غدا بيجي. بتشارتي إنه ما رح يجي؟ بتشارتي إنه بيجي؟ لا ما بشارت. هاي شادي. هاي رنا. وين ما انت ولو شو ما كنت عم تعمل، بتترك كل شيء وبتجي على مطعم سبرينغ. انا عزمتك على الغداء. سوري رنا، مشغول كتير كتير، ما بقدر اجي. ترك كل شيء وتعال ولا بزعل منك. ها هاي رنا. مش معقول. انا بقدر ازعلك؟ كيفك نادين؟ هاي. بس انت كيف سئبت؟ عن جد صدفة غريبة، وخصوصا انه لي اكثر من شهرين ما شفتك. لو تلفنتي لي وعزمتيني على الغداء مثل ما عملت رنا كنت جيت. هيك القصه؟ ولا لانه على راي ستي ما تدعي لصاحبك بالسعاده بتخسره؟ اي سعاده يا صديقتي؟ ما عطيوني فيزا استراليا. ما عطوك فيزا؟ ما عطوك فيزا؟ لاولو دوماج. زعلت؟ اكيد اكثر منكم. يا دعان ما حلمت وتأملت بالكانجورو. صرت مقدم على 10 بلدان ورافضين، حتى اني دفعت 2000 دولار لمكتب لحتى يعملوا لي معاملات الهجره وما مشي الحال. استراليا كانت اخر امل عندي. نادين، مش على اساس بدك تفوتي على التواليت لتغسلي ايديك؟ انا ليه؟ مش على اساس اي سي تياب ودافعه مصاري وبدك تغسلي ايديك قبل الغداء؟ ايه مظبوط. غير نرون، خبريني كيف رقم 14؟ ما بعرف. شوف هالتابلو شو حلو. اي تابلو؟ هيدا الهونيك. شو هالتابلو بلا طعمه؟ فكرنا شيء؟ ما والله فكرته مهم. ايه شو كنت عم تسالني؟ على رقم 15. هلا انا عم بظهر. انت سالتني على رقم 14، هلا انا عم بظهر مع رقم 15. شاب كثير لذيذ، تعرفت عليه بنادي الطيران وكثير عندنا نفس الهوايات. لولو ما تقلي مش حلو التابلو، انا شايفه فيه كثير معاني. لك هيدا اي تابلو؟ هيدا الهونيك. ماني شايف شيء مهم انا فيه ابدا. دخلك رنا؟ شو عامله لحالها نادين؟ شفت شو مبينه حلوه وسكسي وشيك. بس انا معود عليها بشكلها الطبيعي. اتعود عليها هيك، لأنه من هلأ ورايح هيك رح تضل وهيك رح تكون. أوكي، بس ليك هذا تابلو بلا طعمة. ايه تابلو. شو يا ملحم؟ طمني بعده مجتمعين؟ طيب ايه بتم معرف؟ طيب خليك على اتصال. الله يستر. عم يلزمني حالي بشي رح جن. بابا ما مي عم تحكي مع حالي؟ نعطي البورصة نيويورك. مزبوط. كيف عرفتي؟ لأنك موتر. بس هالمرة موتر زيادة عن زوم. شو الظاهر حاطت لك مبلغ خرزين؟
فرزين. بس انت يا جبل ما يهزك رياح. يعني اذا مش جبل تلي. شو ملحيم؟ بابا بابا بيك شي؟